رح نحط البوفيه هون. خليني شوفها. هذا نفس المخطط القديم ما هيك؟ غيرنا طاولة كتب الكتاب ونقلناها لهون. أنا برأيي أحسن، أنت شو رأيك؟ ما بتفرق معي. أيمتى بتجوا لتجهزوا الطاولات؟ بكرة الصبح الساعة 8 بنبدأ بالشغل. جبتوا الشغلات اللي طلبناها منكم للعرس؟ ولو يا عدنان بيك، رح يكون كل شيء مثل ما بدكم، ليكن لك فكر. إذا ما بدكم شيء تاني نحن رح نستأذن. يسلموا. على موعدنا بكرة، خاطركم. خاطر. مع السلامة. رح نشوف بكرة كيف رح يزينوا. يا ريت لو ما أصريت نعمل العرس هون بالبيت، مجبورين ما نعزم كل معارفنا لهون. أنا وسمر متفقين إنه ما في داعي للشوشرة أبداً. بكفي يكونوا حبايبنا معنا، أحسن ما نعمل حفلة كبيرة وضجة وشوشرة ما لها داعي. من هلا بعرف شو رح يكتبوا. العرس المتواضع. إن شاء الله ما تمنعوا دخول الصحافة على العرس. أكيد رح يصوروكم كم صورة حتى لو منعتوهم. إيه لك طولي بالك رح تطقي. أنا حاسة من هلأ فيروز خانم عم تتحكم بالبيت. ليش شو عم تساوي؟ عم تشرب عصير. إيه لا خلصونا بقى. الحمد لله إنه نحن نفدنا من عرس بنتا بكرة، لأنه شو ما عملنا ما كان رح يعجبها. كنا تعبنا حبيبتي على الفاضي. حتى بنتا مثلها نقرت لي راسي لما كنا عم نطبق الأغراض بغرفتها. قولي قمصاني بهالخزانة، لا ما عجبوني هدول، غيروا محلهم. ليش الدروج مشرشحين هيك؟ شيلي هالمكياج على غير درج وحطي هالكتب هون. طلعتي بتعرفي تقلدي يا شهيرة. انتوا لازم بقى تخجلوا من حالكم على هالحكي، خلص عيب، رح تصير السد بهالبيت، يعني إذا عدنان بيك سمع منكم هالشي أكيد رح يزعل. دخيلك، إيه ماله شايف شي ولا عم يسمع شي، ما عم يشوف غيره، إذا هو هيك يصطفي. وشو صار مع جميلة؟ من الصبح ما فاتت على المطبخ، بلشت من هلأ تجهز حالها. لو سمحتي ما في داعي بنوب تحكي عن بنتي، انتبهي شو عم تحكي انتبهي. جميلة إجت وأخذت إذن مني. بس أنا ما حكيت شي، ما شفتها قلت لأسأل. ما في داعي، لا تحكي شي عن بنتي بنوب لو سمحتي، وإلا رح نزعل من بعضنا عن جد. أنا آسفة. هيك. تفضل. شوفي، طلع لتشوف شو فيه. هذا الفستان رح ألبسه بالعرس، ما حلو؟ كتير بتتهني فيه. في شي؟ حبيت تشوف الفستان، ما في شي تاني بنوب. قربوا الامتحانات ما؟ وشو رح تشتغل بس تخلص الجامعة؟ ما بعرف. أكيد رح تتخرج وتصير رجل أعمال مهم. أنا متأكدة ما رح تضل طول عمرك بهالبيت. ما منعرف الزمن شو مخبي. بس كل إنسان عنده أهدافه وأحلامه ما هيك؟ بس أنا لأ. لازم ترسم طريقك بأسرع وقت بشير. لا تضحي بحياتك كرمال حلم ما رح يتحقق. مو محرزة. وشو بتقصدي هلأ؟ متأكدة إنك بتعرف قصدي منيح. ممكن تطلعي لبرا؟ بدي أدرس. كل هالشي بس كرمال ما تبعد عن نهال عم تقرأ وحابس حالك بهالبيت. لك حرام تعمل هيك. بلشت بنت، طلعي لبرا. يا غبي. ليش لهلا ما عندي خبر؟ ليش ما قلت لي من قبل؟ عفوا استاذ، والله ما كنت بعرف. كيف يعني ما بتعرف؟ شو كنتوا نايمين؟
ما بتعرف شغلها؟ بعتذر منك استاذ، خلص مثل ما بدك. شو صاير؟ ما فهمت القصة، بس فيها شغلة شيك. انقلع، روح على مكتبك يلا. نهاد، تعال لهون، تعاخد حسابك انت كمان. انت على مين عم تضحك؟ اه؟ عمين؟ بابا، عم تصرف مصاريك على هديك المرة؟ لك اجدب؟ عود لشوف. لا تعيط، عم يسمعونا. ويسمعونا، بلكي بيعرفوك قديشك واحد اجدب وخبي. لك انت خنتني إلي، إلي خنت أبوك، سرقت لي مصاري وعطيتهم لهديك المرة اللي اسمها فيروز، طلبتهم منك مهر. شو يعني بعتك بنتها؟ ليش هيك بابا؟ انت فكرت حالك ذكي ما هيك؟ ظنيت تمرقها علي، ما بسمح لها تاكل مصاري، ما بسمح لها. بدك ترجعهم، بدك تاخذهم منها وترجع لي اياهم على اخر قرش، عم تفهم؟ صرفت المصاري بابا، شي مستحيل. هاي مو شغلتي، تنصب لها على شي غبي تاني، خليها تبيع املاكها، بس المهم انه انا بدي مصاريه، بدي المصاري. خلينا نطول بالنا، هلا ما في مع مصاري. Thank you.